ما قولكم في من لا يكفر من كفر أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ الذي يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا يكون عاصيا لله ولرسوله. الله جل وعلا أثنى على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. الله أثنى عليهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة وهم أفضل القرون، وهم الذين ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وصحبوه ونقلوا لنا هذا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الواسطة بيننا وبين الرسول في نقل هذا الدين. نحن تلقيناه عنهم وهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في دين الإسلام، لأنه إذا طعن في رواته وحملته فإنه يطعن في دين الإسلام، ومن طعن في دين الإسلام فهو كافر. نعم.